أعمال العنف التي تميزت بإشعال الحرائق ما تزال مستمرة منذ مطلع هذا الأسبوع في الضواحي الفقيرة للعاصمة السويدية ستوكهولم، أحياء ومدن يسكنها غالبية المهاجرين، وقد أضرمت النيران في العديد من السيارات إضافة إلى إحراق مدرستين، الأولى في تينست والثانية في كيستا بالقرب من هوسبي، حيث انطلقت منها أول شرارة لهذه الأعمال، والتي يعتقد أنها بدأت إثر مقتل رجل مسلح في 60 من عمره. رجال الشرطة من جهتهم قالوا إنهم كانوا في حالة الدفاع عن النفس، وحسب المؤسسات الأهلية المحلية فإن منفذي هذه الأعمال يتهمون الشرطة بالتصرف معهم بطريقة عنصرية. هذه الأحداث فتحت نقاشا سياسيا واسعا حول اندماج المهاجرين بالمجتمع السويدي، إذ يشكلون حوالي 15% من نسبة السكان.